السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، من تابع المشهد العراقي في ليلة أمس كانت هناك أنباء عن خطاب للرئيس البارزاني فيه عدد من الرسائل السياسية المهمة، وبدأت حالة الترقب لأننا نعلم جيدا بأن أقليم كردستان يشهد أزمة سياسية خانقة، وبدأت تداعيات هذه الأزمة تؤثر على القرار السياسي الكردي في بغداد. طبعا القرار السياسي الكردي كان هو القرار المثالي في كل المشهد العراقي من 2003 وحتى هذه اللحظة، بس يمكن الجماعة انحسدوا انضربوا بعين، لأنه الجميع يعلم بأن الكرد هم المكون الوحيد أو الجهة السياسية الوحيدة التي لديها رؤية والتي لديها خطة إلى أين تذهب، وتعلم كيف تفاوض، وتعلم كيف تحرك الأوراق السياسية والأدوات الضاغطة، وتعرف كيف تتفاعل مع الأقليم المضطرب خارجيا، ولديها علاقاتها الواسعة بين الأقطاب الدولية، الولايات المتحدة، لندن، باريس وغيرها، اسطنبول، عفوا أنقرة، بمعنى بأنهم لاعبون سياسيون جيدون ومحترفون. ولكن يبدو أن القرار السياسي في إقليم كردستان قد وصل إلى حد ليس فيه عودة، لا سيما بعد حالة الاستقطاب والتمحور السياسي الواضح جدا، ولكن الغريب إلى حد ما. القرار السياسي كما تعلمون كان محصورا ما بين حزبين رئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والحزب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية. انشطر هذا القرار عموديا ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، وتمحورت الأحزاب في السليمانية مع توجهات الاتحاد الوطني الكردستاني، أقصد كتلة تغيير، الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية، فاتجهت إلى تفاهم ما مع بغداد. طبعا هذا شرح يعني خلفية لطبيعة الحراك السياسي الذي أودى بهذه النتيجة. تمحورت هذه الأحزاب حول الاتحاد الوطني الكردستاني، فأفرز لنا حوارا سياسيا وتفاهما مع حزب الدعوة، مع دولة القانون، مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي زار السليمانية، وصدرت من هناك تصريحات مناوئة لتوجهات أربيل غير معهودة، فأدى إلى حراك سياسي من أربيل نحو بغداد للحوار مع الند التاريخي والأزلي لنور المالكي نائب رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي فتح صفحة أخرى مع أقليم كردستان، عفوا ليس مع أقليم كردستان، مع أربيل. لم نعد نتحدث عن أقليم كردستان حينما كنا نتحدث من قبل في صياغة القرار السياسي، ولكن اليوم نتحدث عن أربيل. فاتجه إلى نوع من التفاهمات فيما يتعلق بمعركة الموصل، فيما يتعلق بميزانية حرس أقليم قوات البيشمركة، وصرفت هذه الموازنة وبدأت الأموال تصل إلى أربيل ولم تعد تصل إلى عامة أقليم كردستان. على أي حال، بعد كل هذا الشد ولجوء الاتحاد الوطني الكردستاني إلى استخدام ورقة الشارع للضغط على أربيل وإحراجها في موضوعة رواتب موظفي إقليم كردستان ولا سيما المعلمين، استخدمت ولا زالت تستخدم، وأخير شيء ما شهدناه في اليومين الماضيين. يبدو أن هذا الوضع قد وصل إلى حد أن يخرج الرئيس مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان ليدلي بكلمة وبمجموعة تصريحات كان من المفترض أن تكون كلمة، ولكنها تحولت فيما بعد إلى ما يشبه البيان الذي أوصل فيه مجموعة من الرسائل سنستعرضها لاحقا مشاهدينا الكرام. ولكن الأسئلة التي تطرح حول هذه الرسائل
إلى أي درجة هي فعلا رسائل لأجل خطوة سياسية مقبلة؟ إلى أي درجة هي مناورة سياسية من السيد البارزاني؟ إلى أي درجة كلام السيد البارزاني حول موضوعة التنحي عن رئاسة إقليم كردستان هي لإشكالية داخلية في داخل الإقليم؟ أم لها امتدادات في طبيعة الخلاف والانشطار الحاصل في الموقف السياسي تجاه السليماني وأربيل من بغداد بين العبادي والمالكي؟ أسئلة بحاجة إلى مناقشة، لأننا يعني صراحة نحتاج إلى أن نعرف أن الكرد بيضة قبان في أي مشهد سياسي يصاغ هنا وهناك. فإذا كنا مقبلين على تسوية تاريخية، الكرد بطبيعة الحال هم طرف فيها، ولكن الآن لن نشهد بأن الكرد طرف في تسوية سياسية، إنما أربيل والسليمانية طرف في هذه التسوية التاريخية. سنقف على مجموعة من التصريحات مشاهدينا الكرام ونحاول أن نناقشها مع ضيوفنا في هذه الحلقة، ولكن ابتداء أن نستعرض وإياكم أبرز هذه التصريحات المتعلقة برسالة السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، الذي يؤكد استعداده للتنحي وتعيين شخص لرئاسة إقليم كردستان لحين بدء موعد الانتخابات القادمة، ويدعو الأحزاب السياسية في الإقليم للاجتماع فيما بينها لتفعيل البرلمان وتسمية شخص لرئاسة الإقليم. إذن مجموعة من الرسائل السياسية التي تستنتج من هذا الخطاب، بأن الرئيس البارزاني يدعو أو يصرح بإمكانية تنحيه عن رئاسة الإقليم، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يتم تفعيل البرلمان الذي يشرف على تسمية شخص لرئاسة الإقليم، وكذلك بالإمكان أن يتنحى لحين موعد الانتخابات القادمة. مجموعة من الرسائل التي توحي بأن هناك شيئا ما يراد لإقليم كردستان أن يحصل، أو تشي بأن هناك تحول أو إمكانية تحول، ليس بالضرورة أن يحصل هناك تحول، ولكن تشي بإمكانية أن يحصل تحول. فإلى أي درجة بدأ الرئيس البارزاني أيضا يستخدم ورقة الرأي العام في أربيل كما استخدمت من قبل اليكتي في السليمانية لإحراج أربيل؟ ممكن أن هناك تحريك لأدوات الرأي العام، أقصد لأدوات الشارع الحزبي أو الشارع المستقل. الشارع المستقل أنا أقصد الذي يؤمن إلى حد كبير بالزعامة التاريخية لآل البارزاني وامتداداتها بالسيد مسعود البارزاني. هذا الشارع هو يؤمن بهذه الزعامة التاريخية، ليس بالضرورة أن يكون شارع مسيس أو مؤدلج بفكر وتوجهات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكنه بطبيعته مؤمن بزعامة البارزانيين للمشهد السياسي. إلى أي درجة بدأت تستخدم هذه الأوراق في مثل هذه الدعوات؟ هذا سؤال يطرح ومهم جدا أن يناقش ونناقشه لاحقا. نشوف الفقرة اللي بعدها. طبعا بدت بالتأكيد أيضا جزء طبعا من كلام السيد البارزاني، يقول بأنني قمت بدعوة الأحزاب السياسية، وهو يبرر لما ذكره في بداية الأمر في بداية البيان بأنني قمت بدعوة الأحزاب السياسية للاجتماع مرات عديدة إلا أنها لم تحضر تحت أعذار مختلفة. يعني الدعوة للإصلاح كانت موجودة من السيد البارزاني، ولكن الأحزاب السياسية الأخرى، يقصد يكتي، غوران، الجماعة الإسلامية، حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، لم تكن هناك حضور لتلك الأحزاب. نشوف الفقرة اللي بعدها، لأنه بدت الآن ردود الأفعال السياسية على كلام السيد البارزاني يعني تطلع وتطفو إلى السطح. حركة تغيير غوران تصف مبادرة البارزاني للتنازل عن الرئاسة بالجيدة، ولكن ترفض حديثه عن إرهاب في السليمانية. طبعا في سياق كلام السيد البارزاني الذي وجدناه يعني على وسائل الإعلام، واهتمت به حتى
ليس فقط الفضائيات العراقية، ولكن كلهم منشغلوا بتحليل فحوى رسالة السيد البرزاني، ولكن هو يتحدث عن الإرهاب القادم من السليمانية. هذا الكلام في سياق كلام البرزاني يوحي بطبيعة الإشكالية ما بين السليمانية وأربيل. يعني ما الذي يقصده السيد البرزاني بالإرهاب القادم من السليمانية؟ هذا حقيقة يحتاج إلى وقفة. ولكن نذهب إلى سياق التصريح التالي: الجماعة الإسلامية بقيادة علي بابير ندعم دعوة البرزاني إلى اجتماع الأطراف السياسية في الإقليم لفتح بوابة الخلاص من الأزمة السياسية والتشريعية والمالية في إقليم كردستان. طبعا هنا الجماعة الإسلامية بمعنى نعم نذهب إلى أربيل نتفاوض، نعيد الشرعية إلى مجلس النواب كما يقولون، فنخرج برئيس جديد. لذلك يعني هناك مقبولية في لهذه الطروحات. في الموقف الآخر لرئيس ديوان إقليم كردستان السيد فؤاد حسين، البرزاني والعبادي سيبحثان التنسيق القائم بين الجيش والبلشمركة في معركة الموصل. الغريب في جملة هذه التصريحات، إلى الآن الكلام كردي كردي، الحوار كردي كردي، في ردود الأفعال على كلام السيد البرزاني غوران قالت احنا ما عندنا مشكلة، والكلام جيد من السيد البرزاني، ولكن إرهاب السليمانية احنا ما نقبل به. جماعة علي بابير، الجماعة الإسلامية تحدثون أيضا بإيجابية وإمكانية الذهاب إلى أربيل، ولكن إلى حد هذه اللحظة ونحن في الاستوديو لم نجد تصريحا من بغداد للتعليق على ما ورد على لسان البرزاني. يعني حقيقة نحتاج إلى تفسير، لأنه بديهيا الآن أمام مشهدين لتفسير عدم تدخل بغداد إلى الآن أو إعطاء موقف بما يتعلق بتصريح السيد البرزاني. الفرضية الأولى بأن خلاف كردي كردي واني ما لي علاقة به. الفرضية الثانية بأنه ربما بغداد يعني لم تعد تؤمن بأن البرزاني شريك في الحالة السياسية، لأن صوت حلف السليمانية مع المالكي صار أقوى، وهذه معطيات حقيقة توحي لما نربطها بقضية التسوية التاريخية راح نكون مو أمام تسوية تاريخية، راح نكون أمام منتج لصراع جديد أو لأزمة جديدة. لأنه إحنا نعرف الأزمة العراقية أزمة ولودة، بمعنى أزمة تخرج من رحم أزمة، أزمة تخرج من رحم أزمة، رغم بأنه الحديث عن الحل موجود، ولكن تحصل مستجدات سياسية كما حصل في إقليم كردستان توحي بأننا أمام أزمة ربما تولد من جديد. خلونا نقف على أو مع اتصال هاتفي مع النائب مثنى أمين. الاتصال مجهز، يعني لو يكون الاتصال جاهز حتى نفهم وجهة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في هذا الموقف الحاصل. إذن الرؤية العامة بأن السيد البرزاني أبدأ استعداده للتنحي، ولكن وضع شرط مهم أن يجتمع ويلتئم برلمان إقليم كردستان لانتخاب رئيس آخر. هذا معطى. المعطى الآخر بأن هذه الدعوات قوبلت بردود أفعال جيدة، ولكن دون استرسال ودون أن توضع هناك آلية لطبيعة التفاهم ودعوة السيد البرزاني. المعطى الثالث بأن بغداد لم يكن لديها موقف من هذه الأزمة، على الرغم بأن زيارة البرزاني إلى بغداد ولقائه بالعبادي كانت تشي بتنسيق عالي المستوى ما بين الطرفين حتى يكافئ التنسيق الحاصل ما بين السليمانية والمالكي، ولكننا لم نجد تصريحا من الحكومة العراقية من رأسها السيد العبادي تجاه هذه القضية، لأن خسارة شريك مثل السيد البرزاني بمعنى أن الخارطة السياسية ستكون مؤهلة في بغداد قبل ما تكون مؤهلة في إقليم كردستان إلى التغير.
على اعتبار أن يعني هذا الجو العام الذي يدير القرار السياسي من أربيل تحديدا ومن تحت خيمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا ما تغير فسنكون أمام مشكلة أخرى. طبعا يعني أقصد نكون أمام مشكلة، أقصد المشهد السياسي، أنا أقصد الحكومة العراقية، طبيعة التفاهمات الحاصلة في معركة الموصل، لأنه مبكرا ظهرت يعني نوع من التخوين لطبيعة العلاقة ما بين البارزاني والعبادي من خلال تصريحات لنائب رئيس الجمهورية نور المالكي الذي طعن بطبيعة التفاهم حول مصير المناطق المحررة التي يسيطر عليها قوات البشمركة، بمعنى أن بأننا إذا لم نحصل على إجابات وافية لكل هذه التساؤلات التي وردت في مقدمة الحلقة، فإننا ربما حقيقة نكون أمام مشهد أزمة جديد. نستوضح حول هذا الموضوع من النائب مثنى أمين، النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني. أستاذ مثنى، أهلا بك على شاشة الفلوجة. كيف قرأتم خطاب سيد البارزاني واستعداده للتنحي عن رئاسة إقليم كردستان؟ شكرا جزيلا على هذه الفرصة، تحياتي للسادة المشاهدين. مرحبا. أنا أمس ربما كنت من والاتحاد الإسلامي أيضا من أول من تكلمنا عن هذا الخطاب. لا أدري هل ورد هذا الكلام في تقريركم أم لا. نعم. لكن نحن اعتبرنا أن هذا الخطاب في خطاب إيجابي. لكنه نحن نخشى من أن يكون هذا الخطاب يعني يخفي في طياته نوع من عدم الجدية وعدم المصداقية أيضا. كيف؟ هذا الكلام ليس جديدا، السيد مسعود البرزاني أكد هذا الكلام أكثر من مرة، وهو في أن وهو يطرح أن يحل أحد محله وأنه ليس متشبثا بهذا المنصب، لكن فيما بعد حزبه يتشبث بهذا المنصب وهو رئيس للحزب ولا يلزم الحزب بشيء آخر غير ذلك. فبالتالي نحن لا نرى الجدية الكافية في هذا الخطاب، وإن كنا نحترم هذا الخطاب ونعتبره من حيث التوجهات العامة هو المنح الإيجابي المطلوب، وهو إعادة تفعيل كل مؤسسات الإقليم وإعادة الشرعية لكل هذه المؤسسات، وأولى تلك المؤسسات رئاسة الإقليم الذي الآن هو في فراغ قانوني في الحقيقة، و من المفترض أن يكون هناك رئيس. طيب أستاذ مثنى، إذا افترضنا يعني إذا افترضنا تفسيرا لجملة بأن قرار السيد البارزاني غير جدي، اللي هذا المصطلح استخدمته جنابك الآن، يعني هل نضعها في سياق مناورة سياسية؟ وإذا كانت مناورة سياسية، ماذا تعتقد للخطوة المقبلة للسيد البارزاني بعد هذه المناورة؟ هو في الحقيقة السيد مسعود البرزاني بين الفترة والأخرى يسحب نفسه من المسؤولية على هذه الأوضاع من خلال طرح مثل هذا الخطاب، أنه غير متشبث بالكرسي وأنه جائز لكي يستبدل به أحد غيره، لكن هذا غير كافي. هو من المفترض مثلا أن يقوم بإصدار قرار لحزبه بأن يفعل البرلمان من جديد. هذا الكلام بادرة حسنية وبادرة جدية في مسار تصحيح هذه الأوضاع، لكن هو ذكر الانتخابات. أستاذ مثنى، هو ذكر أننا ينبغي أن نخوض انتخابات مقبلة، وحتى موعد الانتخابات هو يتنحى عن رئاسة إقليم كردستان، وعلى برلمان إقليم كردستان أن يجتمع لتسمية البديل. يعني الموضوع واضح، الموضوع مو موضوع مناورة سياسية حتى يتخلى من مسؤولية أو يحاول أن يناور من خلال حزبه السياسي الحاكم في أربيل. طيب هو الآن بإمكانه أن يعيد تفعيل البرلمان. هو الذي يسيطر على أربيل وهو الوحيد، وحزبه يستطيعون تفعيل البرلمان. فليتفضل يفعل البرلمان، ما الذي يمنعه من ذلك؟ إذا كانت المشكلة في رئيس البرلمان بالإمكان التوافق على استبداله. أستاذ مثنى، لما سيد البارزاني يقول داعيا الأحزاب السياسية في الإقليم للاجتماع فيما بينها لتفعيل البرلمان وتسمية الشخص لرئاسة الإقليم، الكلام واضح بأنه المشكلة عندكم، المشكلة مو بالرجل.
هذا تفسيري لهذا التصريح. لا أدري، هو تفسيرك من حقك تفسر كما تشاء. أنت تسألني لكي أعبر عن وجهة نظرنا، ونحن وجهة نظرنا كما قلت، يعني نحن نرحب بهذه المبادرات شرط أن تكون مبادرات وليست خطابات. الناس شبعوا من الخطابات، لا نريد من السيد برزاني خطابا، نريد منه مشروعا وخطوات عملية ومبادرة واضحة في تفعيل البرلمان وكذلك في إعادة الاستكمال لجسم الحكومة، وكذلك بأن يتنحى هو ويعلن استقالته من منصب رئيس الإقليم كونه أنه أصلا في فراغ قانوني الآن، ثم يطلب أن يستبدل به غيره ويقول علنا أنه أنا أصبحت الآن خارج السلطة وأطلب من حزبي وأطلب من رئاسة الحكومة وأطلب من البرلمان أن يجتمع لكي فورا يقوم بالإصلاحات اللازمة. أنا أعتقد أن هذه الخطابات إذا لم تقرن بمشروعات واضحة وبمبادرات مفصلة بتوقيتات زمنية بإجراءات بناء حسمية فستظل هي خطابات ربما للتخفيف من وطأة الخطاب الذي سبقه وهو كان في بعشيقة والذي وصف فيه المتظاهرين بأوصاف ربما غير لائقة لرئيس الإقليم وليس فيها القدر الكافي من تحمل المسؤولية. طيب أستاذ مثنى، دائما في الحالة العراقية الذي يخشى من البدائل هو الفراغ السياسي، بمعنى حينما تريد أن تقيل وزير تخشى من الفراغ، حينما تريد أن تقيل برلمان تخشى من الفراغ أو حكومة إلى آخره، ألا تخشون من فراغ سياسي في أربيل تحديدا على اعتبار بأن السيد البرزاني يمثل أقليم كردستان في أربيل تحديدا أو يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ ألا تخشون من فراغ بحيث لا تجدون لكم شريكا في أربيل للتفاهم معه ووضع قواعد للعبة السياسية في أربيل أو في أقليم كردستان عموما؟ يعني لا أخي، أولا هذه موضوع الخشية من الفراغ ليس عندنا أبدا. أنا باعتقادي أنه رئيس الأقليم لو كان موجودا أو غير موجود لن يتغير من الأمر شيء باتجاه الأسوأ، يعني نحن لا نرى شيئا أسوأ هذا الذي يوجد الآن سوى أن يشتاحنا الإرهاب لا سامح الله. يعني فالإقليم له مؤسساته، الإقليم له حالة مستقرة إلى حد كبير، لا يحتاج إلى الخشية من الفراغ. فراغ ماذا؟ الآن هناك فراغ حقيقي، رئيس الإقليم الآن قانونيا غير موجود وكذلك البرلمان معطل، فما الذي نخشى من الفراغ أكثر من ذلك؟ ولم يحدث شيء يذكر. طيب. الشعب واعي والشعب يحترم قواعد الحياة واللعبة السياسية، والشعب يفهم أنه هناك حرب ضد الإرهاب، والشعب يتفهم كل هذه الأمور ويقدرها، ولذلك لم يقم بشيء سوى أن هناك عشرات الآلاف من المتظاهرين هم يطالبون بقوتهم ورزقهم ومعالجة أحوالهم المعيشية، لم ينقلبوا على طيب. النظام. أستاذ مثنى، كيف إسقاط هذا النظام؟ ما ورد أيضا في كلام السيد البرزاني عن إرهاب في السليمانية، ما طبيعة هذا الإرهاب؟ ومن هي الجهة الإرهابية التي يخشاها السيد البرزاني في حديثه عن إرهاب من السليمانية؟ هو الحقيقة في بعشيقة لم يكن موفقا عندما وصف المتظاهرين كما قلت بأوصاف لم تكن لائقة، أو قال لهم ارقصوا أو وافعلوا ما شئتم واشتموا كما تشاءون، لن نسمعكم ولا لا آذاننا تسمعكم ولن نلتفت إليكم. هذا الكلام جاء في خطابه السابق لم يكن موفقا، واعتقد ان خطابه الان هو نوع من استدراك وتلطيف ذلك الخطاب القاسي، لكنه ايضا تضمن وصفا قاسيا لحزب من الاحزاب، ربما هو يقصد التغيير في هذا المجال. التغيير ليس ارهابيا ولا احد من الاحزاب، لا يوجد عندنا ارهاب في السليمانية. طيب. وربما يعني يعتبر أن اللغة العنيفة التي تستخدم في أجهزة إعلام التغيير يعتبر الإرهاب الفكري أو نوعا من الإرهاب. طيب النفسي. أسألك أخيرا أستاذ مثنى، أسألك أخيرا عن سر تحالفكم مع السيد المالكي، ليش هذا التحالف، ليش هذا الالتفاف من قبل السليمانية، مو التفاف إنما احتضان للسيد المالكي وصياغة تحالفات جديدة، ربما أنتم جزء من هذه التحالفات في الاتحاد الإسلامي الكردستاني؟ عفوا لم أسمعك. عفوا، سألتك عن تحالفكم مع السيد المالكي، لماذا السليمانية متحالفة مع السيد المالكي ضد محور آخر يمثله العبادي والبارزاني، لماذا هذا التشكيل الجديد؟ لا
أولا أخي لما تسألني عن السليمانية كأنني ممثل عنها؟ نحن وجودنا التنظيمي والسياسي متكافئ ومتوازن، ربما الحزب الوحيد هو الاتحاد الذي يوجد إلى كفر وإلى أقصى مدينة في الحدود العراقية. لا أنتم متمحورين طبعا طبعا، يعني لكم امتداد، لكم امتداد أستاذ مثنى، جزءا من التحالف مع، ولكن أنتم ملتفون، أنتم ملتفون ومؤيدون لسياسة الاتحاد الوطني الكردستاني المتحالف مع المالكي، أليس كذلك؟ أنا؟ لا، هو الاتحاد الإسلامي الكردستاني جزء من التحالف الحاصل ما بين الاتحاد الوطني وحزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية نور المالكي، أليس كذلك؟ من قال لك هذا الكلام؟ أنا أسألك، أنا أسألك أستاذ مثنى. لا نحن لسنا، أولا نحن أخي نرفض تقسيم الإقليم ونرفض هذه السياسات الحزبية للديمقراطي وللاتحاد الوطني أيضا معا. نحن نرفض هذه السياسات الحزبية الذي يتوجه إلى بغداد بأجندات حزبية أو مناطقية، هذا من أربيل، هذه السياسات كلها مرفوضة جملة وتفصيلا عندنا. نحن ننحى منحى وطني ونريد من كل الأحزاب الكردستانية أن تعبر عن مفهوم وطني يعبر عن الإقليم بشكل عام ولا يعبر عن سياسة جهة معينة أو حزب معين. لذلك نحن لسنا جزءا من أي تحالف يتم بين الاتحاد الوطني أو تم فعلا بين الاتحاد الوطني أو حزب الدعوة أي طرف آخر. نحن نحترم جميع هذه الأحزاب، لكن نحن نتحالف معها بشكل يعني يضر بوحدة خطاب الإقليم ووحدة موقف الإقليم. ونحن الأستاذ صلاح الدين شارك مع السيد مسعود البرزاني في الزيارة التي قام بها إلى بغداد في الوقت الذي نحن لم نشارك في أحد في أي زيارة أخرى كانت من السليمانية إلى بغداد. شكرا. وذلك يدل على أننا نحن لازلنا متمسكون، يبقى الصف الوطني موحدا وفي اتجاه واحد يعبر عن مصالح وطنية ليست مصالح في حزبية. شكرا جزيلا أستاذ مثنى، وإنما مصالح حقيقية في صالح الوطن وفي صالح العراق وإقليم كردستان. شكرا جزيلا مثنى، أمين النائب في البرلمان الاتحادي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نحاور ضيفنا من أربيل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد، عدنا إليكم بعد الفاصل. معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الدكتور حسام الدين قلي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور حسام، ربما استمعت إلى كلام ومداخلة الأستاذ مثنى أمين النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني في تعليقه بأن السيد البرزاني في خطابه ربما بموجب كلامه حسب وجهة نظره أنه غير جاد، وإذا كان جادا في هذا التوجه يستقيل ويقدم استقالته من رئاسة الإقليم. نعم، مساء الخير. أولا في الحقيقة أنا استمعت لكلام الدكتور مثنى، وجدت فيه من السطحية والجمود الفكري ما أحالني للقول بأن الرجل هو أكثر من جدي، وخطابه كان كل واضح إلى درجة بأنه أحرج خصومه من السياسيين المعارضين الذين يحاولون تسييس المظاهرات وامتطاء صهوة المحاولات المشروعة المطالبة بإحداث تغيير في داخل النظام أو المطالبة بحقوقها من الرواتب والمستحقات المادية المتأخرة. أنا في وجهة نظري المتواضعة، ما يحدث في داخل الإقليم هو صراع بين إرادتين. الإرادة الأولى هي صاحبة المشروع الأصلي في بناء هذا الإقليم، والإرادة الأخرى هي إرادة صاحبة مشروع آخر يعني غير واضح وإلى فوضوا إلى حد ما. ما يحدث في السليمانية أو في المناطق في داخل إقليم كردستان، الصراع هذا مستمر منذ بداية تأسيس الإقليم إلى هذه اللحظة، لكنه اتخذ صورا يعني مختلفة أو متفاوتة بين مرحلة ومرحلة أخرى. والناحية العملية الحالية بعد 2003، الصورة المثالية اللي حضرتك وضحتها بأنه الإقليم أصابه العين، لكنه حقيقة ما أصابه العين، إنما هو حدث بأنه الصراع
أصبح يعني انفلت، يعني انفلت من التيار الآخر الذي ليس لديه مشروع، أصبح يطالب بإحداث تغييرات في داخل النظام، وهي كلمة حق. وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوتهم، ينبغي إحداث تغيير في داخل النظام، وكل نظام يحتاج إلى تغيير بين فترة وفترة أخرى حتى لا يصاب بالجمود، وهذا مشروع. لكنه كيف تحدث عملية التغيير؟ هل تريد أن تستأصل يعني أناس بعينهم لأغراض مثلا في نفس فلان وفي نفس علان، أو تريد مثلا أن تكون جزءا من مشروع أقليمي، أو تريد أن تكون جزءا من مشروع غير واضح؟ دكتور حسام، أنا أحتاج تفسير واضح لكلمة بأن الجهة التي تريد أن تحدث التغيير في إقليم كردستان هي عبارة عن جهة فوضوية وتسحب الإقليم نحو الفوضوية. شنو تفسير هذا الكلام من الناحية العملية؟ يعني هل يعقل بأن حزب عريق مثل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد هذه التجربة الإيجابية لإقليم كردستان في اتحاد السليمانية مع أربيل بعد خصومة واقتتال طيلة السنوات الماضية، وصار نوع من التنسيق والتفاهم في القضايا المتعلقة مع بغداد، يجي يريد يفشل هذه التجربة ويسحبها نحو الفوضوية؟ أحتاج تفسير لهذا الكلام حقيقة. الاتحاد الوطني، أنا لا أتهم الاتحاد الوطني أو غيري من الأحزاب بأنه هو من يسعى إلى جر الأقليم إلى الفوضى وإلى التفكيك. أنا أقول بأن الاتحاد الوطني شأنه وشأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو جزء من العملية السياسية، ونضالهم المشترك هو حزب عريق يمتد إلى بداية أو أواسط السبعينات يعني، لكنه ضمن هذا الاتجاه، داخل هذا الاتجاه، هو من ذكرت كلمة الاتحاد، هو مكون من مجموعة من يعني مجموعة من التيارات المتحدة مع بعضها البعض وكونت حزب سياسي. داخل هذا التكوين هنالك من يدعو إلى مثلا التفكيك، هناك من يدعو إلى سحب الإقليم إلى اتجاه لكن معين، هو إلى قيادة. لكن دكتور، هذا ما يعني بأنه هو إلى قيادة. هذا الرأي، قيادة الحزب وين؟ قيادة حزب الاتحاد وين؟ والله هذا تسأل الأخوان الموجودين في داخل. لا، أنا أسألك كمحلل دكتور. أنا بالنسبة إلي لا أرى الاتحاد أصبح الاتحاد الوطني بعد غياب يعني أو غياب إمام جلال عن الساحة السياسية، أصبح الاتحاد الوطني في وضع مهلهل ومفكك. أصبح مجموعة من التيارات والاتجاهات التي توجه الحزب نحو اتجاهات متفاوتة أحيانا. فهذا اللي أرى البارتي أو حزب الديمقراطي الكردستاني شأنه وشأن أيضا الأحزاب الأخرى هو أيضا يبحث عن الاتحاد الوطني الديمقراطي، عفوا الاتحاد الوطني الكردستاني، شأنه وشأن الأحزاب الأخرى. الاتحاد الوطني أصبح في وضع ضعيف للغاية، ليس من حيث التكوين العسكري أو من حيث التكوين السياسي، من حيث التكوين الفكري. حين كان مام جلال موجود وموجود في الساحة، كان المقربين من عند مام جلال وبشخصه هو كان يعرف إلى أين يذهب. أصبح الاتحاد الوطني لا يعني هو يعني أصبح يعني فقد البوصلة المختصر. يعني الآن أوضح لك يعني أحاول أستاذ دكتور، يعني أحاول الآن أفهم بأنه بعد غياب مام جلال ومجيء السيدة هيروخان، كونها هي من تدير شؤون الحزب الآن بتياراته المختلفة، هي من ربما تحاول والدائرة المحيطة بها تحاول أن تغير هذا الوضع الكلاسيكي في إقليم كردستان في تفاهم الحزبين اليكتي والبارتي. هذا اللي أفهم الآن، صحح لي إذا غلط. الاتحاد الوطني يعاني من صراع فكري وسياسي عميق وصل إلى درجة الشبه الانشقاق بين التيارين، التيار العام وتيار مركز القرار. تيار مركز القرار يقود اثنين من أهم قيادي اللي هو كسرة رسول علي والدكتور برهم صالح، والتيار الآخر تقود طبعا السيدة هيروخان. هذا أصبح يعني واضح على سياسة الحزب وعلى تكويناته والتنظيمات الداخلية. هذا من جانب. أنت لا تنسى أكو قضية أخرى، أنت التغيير هو جزء من المنظومة أو هو وريث للاتحاد الوطني. نعم. انشق عن الاتحاد الوطني وأخذ ويا كل التشكيلات القيادية والفكرية والمثقفين اللي انشقوا مع حركة التغيير. هذا أيضا جزء من العملية السياسية. يعني بالنسبة إلي يعني سبب فقدان الاتحاد الوطني لوحدته وبوصلته
هو حركة التغيير زائدا الانشقاقات الموجودة الحالية. جيد. وهذا طبعا انعكس على علاقاته مع البارتي وانعكس على علاقاته مع الأحزاب الأخرى أيضا. طيب. هسه السؤال من الناحية العملية من الناحية. نعم. تفضل دكتور تفضل كمل هاي النقطة حتى ندخل بالقضية الرئيسية. من الناحية العملية اللي يقود أنت لا أنت أكو ناحية كلش مهمة أعتقد أنه من الضروري أنه تفرق بيناتهم. المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم ومستحقات المالية هم قسمين، القسم العام والغالب هؤلاء ناس موقفهم مشروع، والبارتي نفسه كحزب ديمقراطي يؤيد هذا المشروع، قيادات البارتي تقف في مقدمة المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم. التيار الآخر اللي يحاول امتطاء صهوة هذه التظاهرات هو نفسهم المعارضين للبارتي، نفسهم خصوم البارتي في داخل العملية السياسية، هم نفسهم اللي طالبوا بإنشاء مشروع أو إنشاء دستور جديد وفشلوا في إنشاء هذا المشروع وعرقلوا إنشاء المشروع القديم. هم نفسهم اللي يعارضون، هم اللي نعم اللي هو حركة التغيير زائدا الاتحاد الإسلامي والحزب الإسلامي وجزء أنا راح أقول لك جزء لأن هو هذا مو التيار الغالب. نعم. التيار الجزئي اللي موجود داخل الاتحاد الوطني معهم يعني، وهذا ما أعرف أعتقد تفسيره بأنه يعني ما عندي تفسير إلا بقدر ما هو الاتحاد الوطني يعاني من انشقاق داخلي. أرجع فيما بعد دكتور إلى تفسيرك لحالة الاصطفاف مع بغداد، ولكن خليني أرجع إلى خطاب السيد البارزاني. يعني محق أستاذ مثنى أمين في مداخلته لما قال السيد البارزاني ليش يقول أنا مستعد للتنحي إذا كان جاد، يقدم استقالة ها بحجة أو بداعي تصحيح الأوضاع بصورة عامة، والوريث الشرعي للحالة السياسية في أربيل هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإمكان أن يوجد بديل. هذا سؤال يطرح الأستاذ مثنى تميمي، شنو مثنى عفوا أمين شنو ردك عليه؟ ممثل الدكتور مثنى أمين اللي كان ممثل عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني كان حاضر في اجتماع عقد في عام 2015 تقريبا أواسط عام 2015 اجتماع عام لكل القيادات السياسية صلاح الدين بهاء الدين من ضمنها كان لا قبل صلاح الدين بهاء الدين كان الدكتور عفوا أستاذ كان أمين العام للاتحاد الوطني هو عفوا الاتحاد الإسلامي كان هو مشارك. نعم. المسعود البارزاني كشخص رئيس الإقليم طالب كافة هاي الشخصيات باختيار بديل، اختيار بديل ينوب عنه أو خلي يقول يحل محله لقيادة الإقليم، ولا أحد من هذه القيادات التي الآن تتفذلك وتتفيقة بموضوع رئاسة الإقليم وموضوع الفساد الإداري ما أحد فتح يعني كلامه أو فوق قدام رئيس الإقليم قال أنا أقدر أحل محلك تفضل اتنحى أنا أجي مكانك، ولا أحد قدر يفك مو خوفه من عنده. الموضوع ما له علاقة بقضية شخصه أو بدونه، القضية بأنه هؤلاء الأشخاص ليس فيهم من بديل حقيقي، ما حد ما يقدر يجازف بأنه يطرح نفسه كبديل ويقود الإقليم لأسباب كثيرة، من ضمنها هم كأشخاص وكقيادات سياسية ليس لديهم بديل، المشكلة في البديل نفسه، من يستطيع أن يخلف البارزاني ويرث كل هذه المنظومة السياسية والعسكرية والتاريخية اللي مثلا اللي قادتها أو أنجزتها حركة التحرر الكردية على مدار تقريبا 30 أو 40 سنة من العصر أو من التاريخ الحديث. هاي هي المشكلة. أنا من أجي أقارن بين فلان وشخص رئيس الإقليم، أنا أنظر لشخص رئيس الإقليم من زاويتين، من زاوية أنه وريث لعائلة مستمرة في عملية النضال وعضو وجزء فعال من حركة التحرر القومية الكردية، وأنظر إليه كشخص من الناحية القانونية والسياسية. ولكن هو دائما الشخص هذا ما متولي هذا المنصب. مثنى أمين، مرتين كرر الموضوع أن الرئيس غير شرعي وأنه غير دستوري بموجب دستور إقليم كردستان، فقط أوجد لي مخرج قانوني لمثل هذا التحليل. ما عندنا دستور، إحنا عندنا قانون
صادر في عام 2005 هو اللي يحكم قضية صلاحيات رئيس الإقليم. البارتي كحزب ورئيس الإقليم كشخص وكقائد لهذا الإقليم طالب الأحزاب كافة بأن يوجدوا مخرجا لغياب الدستور. أوجدوا أو خلال تقريبا مدة زمنية لتجاوزت تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات أوجدوا مشروع لدستور لم تمرره نفس هاي أحزاب المعارضة اللي اشتركت في عملية إصدار مشروع الدستور هذا. دخلوا عملية إنشاء دستور جديد، مشروع دستور جديد، كل الأطراف السياسية أوجدت لها ممثل وممثلين في داخل لجنة إنشاء أو لجنة مشروع الدستور الجديد، وتوقف عملها للمنتصف ولم يمدد. يعني بمعنى هم غير محقين في استخدام مصطلح الرئيس منتهي الولاية، هاي غير محقين باستخدام هذا المصطلح بناء على كلامك، لأنه ماكو دستور يحدد هذه الولاية. عيني دكتور كل المشروع يعني كل العملية السياسية وصلت إلى نقطة من الجمود. كل الأطراف يعني بشكل عام وصلت إلى نقطة من الجمود. أي مشروع يصدر من مثلا من البارتي، الأحزاب الأخرى اللي هي بعضها مشارك فعلي في الحكم وبعضها تنتمي للمعارضة مزاجا، هاي الأحزاب كلها بدون أي مشروع. يعني هي أكو أسباب ذاتية غير موضوعية العلاقة بمشاريع هاي الأحزاب اللي تعتقد نفسها أو هي مدخلة نفسها إلى خانة المعارضة وهي شريكة في الحكم. يعني هذا يسموه رجل بالمعارضة ورجل بالحكم، بحيث ما تعرف هي على شنو محسوبة بطبيعة الحال. طيب الرئيس البارزاني أيضا في خطابه الدكتور حسام الدين استخدم كلمة الإرهاب في السليمانية. طبعا مصطلح الإرهاب دائما مصاحب للإجرام، العمليات العسكرية، للجرائم ضد المدنيين، ولكن أن يستخدم من الرئيس البارزاني في هذا التوقيت فيه دلالة يعني حقيقة غير مفهومة. كيف يمكن أن توجد لنا تفسيرا له؟ أنا حسب رأيي هو ما استخدم كلمة الإرهاب بقدر ما استخدم كلمة الإرهاب الفكري، استخدم لمرة واحدة وكان يعني بالتيار الذي يحاول تسييس المظاهرات المشروعة التي تطالب بحقوقها ومستحقاتها المادية. وهذا يدل بأنه هو يميز بين المتظاهرين، بأنه الغالب العام من المتظاهرين مطالبهم مشروعة، وهو نفسه أيضا أيد مطالبهم وألزم الحكومة بضرورة إيجاد مخرج للأزمة المالية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأقليم. وبالوقت نفسه طالب التيار اللي يحاول تسييس هذه المظاهرات وامتطاء صوت هذه المظاهرات طالب بأن يكف عن الإرهاب الفكري اللي يمارسه على الآخرين، لأنه أي اتجاه آخر بما فيه الاتجاه الذي يناهض استمرارية هذه الأحزاب السياسية في ممارسة لعب دور المعارضة ولعب دور الشريكة في الحكم في آن واحد، وبالوقت نفسه تمارس دور كبت أصوات موجودة في داخل السليمانية وتنتمي إلى أهل السليمانية، ومعظم هؤلاء المتظاهرين إذا أنت راح تشوفهم المتظاهرين الذين ينتمون إلى يعني إلى النسيج الاجتماعي والنسيج الثقافي الموجود في داخل السليمانية، هؤلاء هم اللي واقعين تحت الإرهاب الفكري اللي يمارسها هذه جماعة أو تلك. يعني بمعنى هذه التظاهرات الآن أفهم هاي تظاهرات مسيرة، يعني جت جماعة سياسية قالت للناس اطلعوا مظاهرات وغصبا عليكم تطلعون بالمظاهرات، شنو يعني؟ لا العفو، أنا وضحت لك من البداية بأنه أكو يعني المتظاهرين قسمين، الغالب العام فيهم وهذا أنا تصنيفي هو يعني ما له علاقة بالتصنيف الرسمي للأحزاب أو مثلا للرئاسة الإقليم، هذا تصنيف شخص أكاديمي ينظر للموضوع. أكو الغالب العام في المتظاهرين يطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المادية اللي متأخرة تقريبا صار لها أكثر من سنتين. احنا طبعا في السنة الثالثة من عملية تأخر الرواتب وتأخر المستحقات المادية للناس بشكل عام، خاصة لشريحة الموظفين، وهؤلاء يقدرون بحدود تقريبا من 700 إلى 800 ألف موظف فقط في السليمانية. طيب دكتور خلينا نطلع من هذا الموضوع حتى الوقت لا يدركنا. يعني موضوع أنت تريد تقول بأنه الموظفين الموجودين حتى أكو ناس
من البارتي مشاركين في هذه الوقفة وفي هذه التظاهرات، لأنه هذا حق عام، يعني حق يتعلق بالتظاهر وهذا مكفول. نعم. وحق يتعلق بالحصول على الحقوق المالية بالرواتب المتأخرة. الآن نعم. إلى أي درجة تعتقد دكتور بأن ما تعيشه أو ما يعيشه أقليم كردستان من حالة جمود سياسي وصلت إلى حالة تقاطعات حادة ما بين السليمانية وأربيل في أطراف الأزمة، بأن بغداد لها دور كبير في تعقيدات هذه الأزمة، في دفعها نحو أن تتعقد ويحصل هذا الاشتباك في الملف السياسي؟ احنا ما نتهم، او انا بالنسبه لي من الناحيه الاكاديميه والعلميه ما انظر الى بغداد كمركز هو صانع لعمليه قطع الرواتب، بقدر ما انظر الى تيار سياسي موجود في داخل بغداد يقود، او هو جزء من حزب الدعوه الاسلاميه، وبشخص السيد نور المالكي اسهم في عمليه تاجيج الخلافات مع الاقليم بالشكل الذي دفع الاقليم الى اتخاذ مثلا مواقف متشدده، وصار اكو تشدد مقابل من الحكومه، وهذا ما طبعا اوقع الكيانات والاحزاب السياسيه في داخل الاقليم في مطب الانقسام والتكتل. كتله طبعا في ضوء زياره السيد نور المالكي الى اقليم كردستان والى والتقى بقيادات من الاتحاد، بقيادات باتجاه معين من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وبقيادات اخرى من حركه التغيير والاحزاب الاسلاميه، صار تكتل تقريبا شبه عام ما بين هاي الاحزاب وما بين هاي او التيارات في مناهضه مركز الاقليم او في مناهضه البارتي، والضغط عليه بقصد يعني بغايه اضعاف مركز السياسي ومركز طبعا المادي. بالمقابل مركز الاقليم اللي هو اربيل تعامل مع بغداد عن طريق حكومه الاقليم، عن طريق حكومه بغداد واللي حاليا يقودها جناح العبادي، وهذا طبعا العبادي لا يستطيع ان يتعامل مع احزاب سياسيه، لكن هو يستطيع ان يتعامل مع مؤسسات سياسيه قائمه بالفعل بيناتهم اتفاقات ونضال مشترك وتاريخ ممتد الى تقريبا 30 سنه. هذا هو هذا الاستقطاب هو اللي يعني صارت المنظومه الكرديه او المنظومه التعدديه السياسيه او الحزبيه الموجوده في داخل اقليم كردستان صارت جزء من الخلافات الدائره في داخل طيب في داخل العراق بشكل عام. لكن هو ماشي، لكن السؤال المطروح يعني ما الذي سوقه المالكي لجناح السيدة هيروخان حتى يعني تستقطب أو يحصل هناك استقطاب ما بين حزب الدعوة وما بين الاتحاد الوطني الكردستاني؟ ما هي الطروحات السياسية التي جذبت السيدة هيروخان إلى جناح المالكي ومحاولة ربما تحويل مركز القرار في إقليم كردستان من أربيل إلى السليمانية؟ شنو طبيعة الاتفاقيات؟ شنو طبيعة الرؤية السياسية اللي صيغت هناك؟ في الحقيقة أنا ليس لدي اطلاع كافي على الموضوع بأنه تفاصيل الاتفاق مع كيف مثلا حدث وماذا حدث، لكن اللي ترشح من الجلسات أو من اللقاءات ونشر في وسائل الإعلام طبعا سواء من المؤيدة أو من المناهضة، اكو تقريبا اتفاق على نفط كركوك الى اين يذهب ومن يتحكم به، اكو اتفاق بانه قضيه بانه اذا صار كلام عن المحافظات من الممكن انه اذا صار كلام عن المحافظات من الممكن انه ربط السليمانيه مباشره ببغداد او ربط كركوك والسليمانيه مع بعض مع ترك الاحتمالات لمن يصل الى الحكم في الدوره القادمه. أكو كلام عن نقل لموظفين وكبار الأساتذة الجامعيين وغير الجامعيين من داخل الجامعات السليمانية إلى داخل الجامعات اللي تنتمي إلى دائرة المركز، وتحديدا قريبة من المحافظة، قريبة من يعني هذه مغريات استراتيجية إلى حد كبير، يعني أن السليمانية وكركوك بنفطها تعود إلى بغداد استعدادا لمرحلة مقبلة. ولكن شنو بإيد أربيل أن توقف مثل هكذا مخطط استراتيجي بهذا التخطيط بهذه السعة السياسية والاقتصادية والجغرافية؟
أنا أعتقد بأن كل مفاتيح العملية السياسية موجودة في أربيل وليست موجودة في أي مكان آخر في داخل إقليم كردستان. أربيل حاليا هي التي تسيطر على كافة موارد الإقليم طبعا المتاحة، ما عدا من اللي يعني ما يستلم من السليمانية، لأن المنفذ الحدودي العائد للسليمانية والضرائب اللي تجبى من قبل محافظة السليمانية التي قرابة 3 أشهر لم يكن فيها محافظ، إنما قادت المحافظة أو تم قيادة المحافظة بالوكالة. وبالمناسبة كل مؤسسات الحكم أو مؤسسات الحكومية اللي موجودة في داخل السليمانية معطلة منذ قرابة 1.5 سنة. مثلا يعني للمؤسسات التعليم العالي الموجودة في السليمانية لا تداوم إلا لماما، يعني هذا طبعا خلافا لكل الأعراف والقوانين الموجودة والموجودة في داخل الإقليم. هذا ناهيك عن المؤسسات الأخرى التي تداوم بتقريبا بشكل جزئي للغاية. هذا من جانب. من جانب الثاني وهو الأخير، لماذا المفاتيح موجودة في بيد من جانب الثاني لماذا المفاتيح موجودة بيد حكومة الإقليم؟ لأن حكومة الإقليم هي التي تقود العملية السياسية الحالية موجودة، سواء كانت شرعية وغير شرعية. أما بغض القضية بأنه نحن نتعامل مع حكومة أمر واقع، أما قضية بأنه هي غير شرعية في الحقيقة هي شرعية ونصف. شكرا جزيلا لك دكتور حسام الدين قلي، الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل. نشكرك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة لتحليلك الموقف السياسي في إقليم كردستان بموجب التطورات الأخيرة، وكلمة السيد البارزاني التي تناولتها وسائل الإعلام جميعا في صباح هذا اليوم بعد أن ظهرت في ليلة أمس. يعني حاولنا أن نقف مع ضيوفنا على جملة من التساؤلات التي أثرناها في بداية الحلقة مشاهدينا الكرام، حول طبيعة الخلافات وامتداداتها، حول جدية السيد البارزاني تجاه أزمة، تجاه خيار أن يتنحى عن رئاسة الإقليم، ووصلنا إلى تساؤل أيضا يتعلق بدور بغداد في صياغة، أو السيد المالكي تحديدا الذي ورد اسمه أكثر من مرة في سياق هذه الحلقة، في أنه الفاعل الرئيسي في تحشيد السليمانية ضد أربيل، وبالتالي إشعال فتيل أزمة سياسية ما بين الطرفين. كل هذه الأسئلة كانت واردة، ولكننا أيضا سألنا السادة المشاهدين عبر صفحتي بتويتر، وهو ما عودناكم عليه في نهاية كل حلقة، كيف يمكن تصف أزمة سياسية في كردستان بعد إعلان الرئيس البارزاني استعداده للتنحي عن منصب الرئاسة في الإقليم؟ فكانت الإجابة طبعا لأول مرة تكون النسبة متقاربة بهذه الطريقة، 53% يعتقدون بأن الأزمة السياسية والتي دعا على إثرها السيد البارزاني أو تحدث عن استعداده للتنحي هو عبارة عن شأن داخلي كردي، و 47% نسبة أيضا ليست بالقليلة تتحدث بأن هذه الأزمة في كردستان هي عبارة عن امتداد للأزمة مع بغداد، وهو ما أكده الدكتور حسام الدين في مداخلته بدور بغداد وقطب حزب الدعوة في إثارة مثل هكذا قلاقل في إقليم كردستان. نشكر لكم طيب المتابعة، نلتقي غدا بإذن الله في ساعة حدث عند 9:00، وربما نعود إلى الموصل في الحرب المندرعة هناك ضد تنظيم داعش وتطورات هذه الأزمة أو هذه المعركة. السلام عليكم ورحمة الله.